السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. فضلا وليس أمرا، إذا كنتم من الزوار الجدد لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله إعلان عن برمجة الاختبار البدني تخصص التربية البدنية والرياضة معهد علوم الرياضة ستات اي دو زيس تا 2020 اللي غادي يكون يوم 23 ويوم 24 شتنبير 2020 على التابع لجامعات الحسن الاول ستات معهد علوم الرياضه. ليس دي كونديدا كونفوكي او تيست فيزيك ليسونس بروفيسيونيل اجازه المهنيه ايديكاسيون فيزيك اي سبورتيف تربيه البدنيه والرياضه بالنسبه للموسم الجامعي 2020 2021 على فيو تروفي سيت سو لا ليس دي كونديدا كونفوكي بور باسي لو تيست فيزيك داكسي على ليسونس بروفيسيونيل. غادي نشوف اللائحه ديال المشاركين في اختبار البدني من بعد داكس ليسونس بروفيسيونيل ديكاسيون فيزيك اي سبورتيف. على بور لي كونسين بور باسي لو تيست فيزيك على شنو هما التعليمات اللي خصكم كل مترشح وكل مترشحه يلتزموا بها باش يدوزوا اختبار بدني. على بور ريستي اون كونفورميتي افيك لي زوريونطاسيون جينيرال غولاتيف ميزور سانيتير en vigueur, le test physique se déroulera dans les conditions qui respectent scrupuleusement les exigences sanitaires dictées par les autorités à l'échelle nationale. يعني يجب احترام قواعد السلامة على حسب المفروض. Alors, pour réussir cette étape importante, tous les candidats doivent, alors, على كل المترشحين, alors, يجب عليهم, alors, se munir d'un certificat médical d'aptitude physique, يعني هذه obligatoire. Alors, خصكم ضروري تديو معاكم شهادة طبية اللي كتبت أنك قادر على اجتياز الاختبار البدني. سو بريزونتي الوغ انديكي دون لا كونفوكاسيون. على بالنسبة للكونفوكاسيون ديالكم غادي يكون عندكم فيها الساعة فوقاش غادي تحضروا. بورتي ان توني دو سبور كار اوكان اكسي او فيستيار، يعني خصكم تمشيو لابسين التوني ديالكم ديال الرياضة على ما كاينش لاكسي للفيستيار الا في حالة خاصة. Alors, se conformer aux règles d'organisation de l'institut, يعني خصكم تكونوا عندكم تحترموا القواعد ديال المنظمة للمعهد. Porter une bavette, يعني خصكم تكونوا دايرين لي بافيت ديالكم يعني الكمامات او الماسك. Avoir une bouteille d'eau personnelle, خصكم كل واحد فيكم يكون عنده قرعة ديال الماء خاصة به. Alors, avoir une casquette pour se protéger contre le soleil, خصكم تكون عندكم لي كاسكيت يعني باش تحميو راسكم من الأشعة ديال الشمس. كيتي لو كومبليس اون فوا لو تيست فيزيك تيرميني، يعني خصكم على كل مترشح والمترشح يغادر المركب اون فوا يسالي لو تيست فيزيك. على ايفيتي تو كونتاكت فيزيك افيك لي زوطخ كونديدا، يعني خصو يكون التباعد الجسدي ما بين جميع المترشحين والمترشحات. غاردي لا ديستونس ريغليمونتيغ، على خصكم تحافظو على المسافة اللي هي فروضة، يعني متر على اليسار على اليمين امام والوراء ايضا. نو با ايشانجي لي زوبجي ستوبدي دو ترانسميتر لو فيروس، يعني ما خصكمش تبادلوا بيناتكم بين المترشحين يعني اشياء اللي تقدر تنقل الفيروس. على بالنسبه لي بروف دي تيست فيزيك، على شنو هما الاختبار اللي غادوزو فيهم الاختبار البدني. على كاين جيمناستيك، كاين اختبار في الجيمناستيك، اختبار سو اون لونغور يعني القفز الطويل. كاين كورس يعني غديرو الجيل بالنسبة لي كارسو ما بين 100 متر و 1500 متر، وبالنسبة لي في ما بين 80 متر و 1000 متر. على بالنسبة للاختبار غيكون لو 23 اي لو 24 سبتمبر، يعني 23 و 24 شتنبير في الكومبلكس سبورتيف دو لونيفرسيتي حسن كومي اون فاس دو لا دو لا بريزيدونس دو لونيفرسيتي. راه نعطيكم يعني غنعت كنعت لكم في كاين الكومبلكس. الوغ للمزيد يمكن لكم تستعملوا هاد لو ليان ديال لا كارت. على ليس دي كونديدا كونفوكي او تيست فيزيك كلاسي بار اوردر الفابيتيك ليسونس بروفيسيونيل اجازه المهنيه التربيه البدنيه والرياضه. على بالنسبه للوائح، على كاين لائحه ديال يوم الثلاثاء 23 شتنبير مع 9 ديال الصباح على من 1 حتى 25، واللائحه ديال المساء من 2:30 من 26 على حتى 50. هذه اللائحه ديال الثلاثاء. بالنسبه للائحه ديال الاربعاء من
الخميس 24 يعني مع تسعود من 51 حتى 75، وديال المساء اللي مع جوج ونص كاينه لو جودي 24 سبتمبر يعني الخميس 24 شو تنبير، اللي هي اخر لائحه ديال المساء. على كاينين ربعه ديال لي جروب، يوم الثلاثاء مجموعه ويوم الاربعاء مجموعه، ستاديا غاي بالنسبه ليوم الثلاثاء كاين مجموعتين، مجموعه ديال الصباح ومجموعه ديال المساء، وبالنسبه ليوم الخميس ايضا مجموعه ديال الصباح ومجموعه ديال المساء. على هذا كل شيء بالنسبه لهذا الفيديو، انا كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب بالفيديو، اذا كنتم من الزوار جدد ديروا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.